مرحبا مشاهدينا بحلقة جديدة من بالسوري أحلى. اليوم حلقتنا من بالسوري أحلى رح نحكي عن فريق شباب اتطوعوا لخدمة سوريا، آمنوا بسوريتهم، آمنوا بإبداع سوريتهم، كما أنه آمنوا بأنه فيهم يعملوا شيء لهي البلد. هذا الفريق سمي بالفريق شباب الملتيميديا السوري، كانت رسالتهم المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام، ولحتى ينشروا السلام على أرض سوريا عملوا فريق بلش من 5 أعضاء، اليوم هن 50 عضو. رح نتعرف، رح نروح من بالسوري أحلى لهذا التقرير لنعرف أكثر عن فريق شباب الملتيميديا السوري، وبنرجع أكثر لحتى نتعرف عن بعض أعضاء هذا الفريق. بنروح سوا وبنرجع لحتى نكفي بالسوري أحلى. بدأ الفريق من 2 من 5 شباب من الشباب السوريين آمنوا برسالة سورية موحدة. الرسالة بتعزف، بترقص، بتمثل وبتنطق السلام من سوريا للعالم. تحية سلام من أرض السلام. من بيت الرب لكم سلام. من أرض الشام تحية سلام. تحية سلام لأجل السلام. تحية سلام من أرض الأمان. تحية سلام من عني. تحية سلام لألكم. رسالتهم السورية اتسمت ببصمة الله في العلا وعلى الأرض السلام، ولإيمانهم بسوريتهم وسلامه، بسوريتهم وإبداعه، بسوريتهم وأهله وشبابه. قدموا الفعاليات الثقافية الهادفة وبادروا على الأعمال الخدمية الاجتماعية منا والخيرية. فريق شباب سوري اسمه فريق شباب الملتيميديا السوري، بدأ بصوت صادح من دمشق ليشمل بعد جميع المحافظات السورية ومنا إلى العالم. بلش من 5 أعضاء من 2 ليتوسع ويصير اليوم 50 عضو. بيشتغل مشان سوريا على كافة الأصعدة. بيحتوي فريق شباب الملتيميديا السوري 2 فرق، من الإعلامية، التقنية، الدراما والتمثيل، الترميم وفريق الترتيب اللوجستي. 50 شاب وصبية كانوا أطلقوا قوة سلام لكل العالم، أثبتوا من خلالها بأنه بلد موحدة وهي رمز من رموز الصمود حول العالم، وأنه الشباب السوري وإرادته أقوى من الحرب والدمار. مشروع شباب الملتيميديا السوري بدأ من بعض المختصين بالمونتاج والمكساج، وانطلقوا من بعدها لتنفيذ بعض المشاريع لمساعدة أصدقائهم، لتستقر الفكرة بعدها حول إنشاء فكرة كبيرة لتضم العديد من الشباب السوري من مختلف الكنائس بمحافظات سوريا. بيشتغل الفريق على استخدام الثقافة والإعلام كأدوات فاعلة بتنمية المجتمع السوري. رسالة الفريق: سوريا هي بلد المحبة، واختيارنا للسلام هو الحل الوحيد والأنسب لإنهاء الأزمة الراهنة.
مشاهدينا مرحبا مرة جديدة من بعد ما تعرفنا على فريق شباب الملتيميديا السوري. تعرفنا أكثر بالتقرير يلي شفتوه عن هالفريق التطوعي، الفريق اللي آمن بسوريا، آمن بشباب سوريا لحتى يعمل شيء لهي البلد رغم كل الظروف اللي عم تمر فيها بلدنا. هلأ رح نتعرف أكثر على فريق شباب الملتيميديا السوري مع المنسق العام وبعض أعضاء الفريق ومنهم أكيد المؤسسين لهذا الفريق. بداية بدي رحب فيكم أكيد معي بديع قطماني المنسق العام ومعي اسكندر لوقا اللي هو مسؤول الفريق، مدير العلاقات العامة ومسؤول فريق النشاطات بفريق شباب الملتيميديا السوري. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك رافي، كيفكم اليوم؟ كله منيح؟ تمام شكرا الله. ماشي الحال. طيب بداية هلأ نحن اليوم بالمقر، أنتوا المقر اللي بتجتمعوا فيه اللي هو الكنيسة الإنجيلية الوطنية بمحافظة دمشق. فيني أقول هالكنيسة يمكن بلشتوا فيها واليوم هيك اسمحوا لي هنيكم بالبداية وبالخاتمة، رح أرجع هنيكم على الفريق وعلى النشاطات يلي عم يقدمها هذا الفريق وعلى انطلقتوا من هون يمكن، واليوم فعلا الرمز اللي بتمثلوا اللي هو نور العالم عم توصلوا لكل العالم. الله يعطيكم ألف عافية. بداية بديع احكي لي أكثر عن كيفية ولادة فكرة فريق شباب الملتيميديا السوري، ويمكن نحكي شوي عن منهجية تنفيذ هي الفكرة، كيف خلقت، كيف صارت. أي ببساطة نحن كنا عم نشتغل بفريق صغير لنعمل موفي صغير، كنا عم نشتغل فيه للكنيسة. بدينا بهذا الموفي كنا 4 شباب وأنا، عملنا وأخرجنا وحطينا له موسيقى تصويرية وأنتجنا هذا الفيلم. الفيلم بيحكي عن واقع مجتمع الشاب السوري المسيحي اللي بواجه المجتمع حصرا. كان الشاب المسيحي ولا لا؟ يعني هو شاب ما انه منفصل عن يعني المشكلة اللي بتواجه يعني المجتمع. يعني فينا نقول شاب متدين نوعا ما. ما انه متدين؟ لا مو متدين كان. طيب بس انه القيم مهم. اوكي بعد هي الفكرة انطلقنا لنعمل فريق يشتغل هذا الشيء، والفريق اللي كان ينطلب مننا نحن الأربعة نشتغل بمجال موهبتنا الميديا انه نغطي ايفنتات عم تصير بكنائس بكذا. وبلشنا من الكنيسة مثل ما ذكرتني، الكنيسة الإنجيلية الوطنية، عملنا مشاريع للكنيسة. بعدين لقينا انه لازم نعمل فريق يضم شريحة أوسع من مختلف الكنائس. هذا الشيء اللي صار بعد ما قعدنا بكافيه وقررنا نعمل فريق تحت اسم، تحت أهداف، تحت رؤية معينة. وهذا الشيء اللي أسسته أنا واسكندر وميلاد ومنار وسرمد وعملنا فريق 5 شباب. أنتوا خلقت الفكرة بلشتوا فيها. تمام. خمس أعضاء كنتوا، ذكرنا بالتقرير أنه 5 أعضاء. اليوم الفريق أنتوا 50 فيه. 50 بدمشق. بس بدمشق 50. وباللادية في 18 شخص. أوكي. غير المندوبين اللي عنا من باقي البلدان، يعني تقريبا عنا مندوب بكل بلد. في عنا بفلسطين، في عنا بنص بيت لحم، وفي عنا بمصر، ببيروت، في عنا بجنوب أفريقيا صار، وفي كمان وصلت لهونيك. إيه إنه رفقاتنا، في ناس طلعوا لبرا، في بألمانيا كمان، في صبيتين كانوا معنا بالفريق وسافروا ألمانيا. كمان ما عم يقصروا أبدا، عم بيغطوا نشاطات حتى اللي بتصير. اي شيء بصير بانهم بيوثقوا كفريق ملتيميديا وبيبعثوا لكم هذا الشيء. كاميرا، موبايل، اي شيء. تمام باي شيء بسيط على السوشيال ميديا عم نقدر نوصل للعالم، بدنا نوصل كمان صوتنا من خلال هذا الطريق المندوب. حلو. طيب رح ارجع لك بديع، بس بدي اعرف كمان من اسكندر. اسكندر مثل ما قلنا انت مسؤول وحده النشاطات بالاضافه لمسؤول عن العلاقات العامه بفريق الملتيميديا الشباب السوري اللي عم تقوموا فيها. طيب فيك تحكي لي اكثر اسكندر عن سياسه الفريق او يمكن يعني السياسه المتبعه بهذا الفريق، بالاضافه لشو يعني شو فائدته اليوم كمجتمع سوري وجود امثال هيك فريق اليوم بالمجتمع بشكل عام؟ طبعا فريقنا هو يعني فينا نمثله بلمة شباب، كل مين بدراسته، كل مين بعمله، جمعنا هدف واحد وبدينا نطور حالنا فيه. مثل ما قلت احنا كنا 5، مع الزمن صرنا 50، لانه سياسه فريقنا، ما رح نقول سياسه فريقنا، يمكن عباره عن عيله كبيره، اساسا انه احنا موجودين نقدم شيء. واليوم مثل ما بتعرف انت الشباب كانوا يعني المنبر اللي بيطلع منه صوتهم كثير مخفي، فوجود هيك فريق بحسب موهبتي انا، ما بدي زيد زياده على حالي او شيء، بقدم شيء بسيط لوصل فيها هدفي ورسالتي.
سياستنا هي تطوعية، شباب وجودهم تطوعي معنا، منقدم من وقتنا، منقدم من جهتنا لإيصال هدفنا. ليش وجود فريق مثل هيك ضمن مجتمع سوري وتحديدا ضمن هاي الأزمة؟ انت اليوم بمجتمع نوعا ما في يعني انت ازمه ظروف غامه سوداء وبدها تمرق. انتوا اليوم كفريق يعني فينا نقول عم تدفشوا الغامه السوداء حتى تبعد وتطلع يمكن النور ويطلع الشمس ترجع تشرق بهي البلد اللي بتستحق هذا النور. اول يعني الكلمه اللي قلتها البلد، احنا اي شيء كان اولاد البلد يعني انتوا اللي رح تعمل ترجع تعمل هون فينا. يعني هي بلدنا تمام يعني فيها دائما اكيد لنعمل يعني عم نقدم شيء كرمال هذا. مثل ما قلت انت غيمه، يمكن احنا ما بس عم نتفشى، يعني احنا عايشين تحت الغيمه، عم نعيشها بالطريقه اللي احنا عم نكون مرتاحين فيها. يوم الشباب السوري مر كثير فتره بضياع، ما نعرف عن شو بده يعمل، طلعت حركات سميت تطوعيه، طلعت حركات كان كلياتها ممكن لياتها اكيد في ناس كثير اشتغلت عمل وطني كثير رائع، بس كان جزء منها كثير كبير مو مثل ما هو التطوع، يعني كان مسيس او طب شو اليوم يعني تعريف التطوع بالنسبه للفريق، فريق شباب المالتي ميديا السوري اليوم، شو هو التطوع بالنسبه لهذا الفريق؟ هو يعني اذا نحن عم نحكي عن في عندنا شيء انه مجانا اخذته مجانا اعطي، هي آية على المسيح، وهذا الشيء هو منبع للعمل التطوعي. هي بالنسبه لفريق مسيحي لفريق وطني، نحن السوريين فعل الخير موجود، فعل الخير موجود رحت. يعني اذا اي حدا صار ما بده بيشر دولاب بتلاقي الشباب انا انا لحالي مثلا سياره حدا بيجي بيدفشها معه كذا، هذا عمل الخير الموجود في هي فنحن هالبذره هذا الجمع كله لا هي البذره او فينا موجوده خامه تبع تمام السوريين ما فيك ما تقدم موجوده بس بدك توظفها كيف اذا اعطيتهم القالب اللي بيحبوه. يعني انت اليوم كشاب يمكن عم تقضي نص وقتك فيسبوك او يوتيوب او طب انا كيف اذا قدرت وصل صوتي عن طريق هذا الموضوع، يعني مثل ما انا عم شوف صوت غيري هلا انا ما بقدر اشوف صوتي هيك لا يعطيك العافيه. اي ف يعني هذا هي هي الفكره كانت انه احنا بوقتنا اللي ممكن عم نقضيه بغير شيء لا نجي احنا يعني كفريق كمان نعمل شيء تدريبي لنا من نمي حالنا. يعني مثل الاخير مثل ما ذكرت انت انا طالب صيدلي ماني يعني ما لي بالاعلام او ما لي بالهي بس اكيد مثل ما ذكرنا بالتقرير يعني انتم كفريق اليوم مقسم لاكثر من قصه، يعني انتم عندكم تمثيل عندكم الدراما عندكم الفن اللوجستي الموجود عندكم في التنظيم في الاعلام في كثير قصص شفتها يعني اكيد. ايه فنحن منا يعني مو يعني منا عم ندرس هذا الموضوع لا احنا رغبه يعني هو ما انكم انتم يعني كشباب سوريين اليوم كفريق انتم ما مجبرين لتقدموا شيء، انتم حدا طوع لحتى يعني اختار يقدم شيء ولقينا انه في كثير شغلات لازم نقدمها بس احنا اخترنا نخصص مجال الميديا والمالتي ميديا خلال اسمنا بعدين لقينا في كثير شغلات يعني اذا بدنا نفوت بس نحن خصصنا هذا المجال لحتى نكون اوايا بمجال معين. البلد بحاجه لكثير شغلات بس اللي حاليا واجهته سوريا هو اكثر شيء هو كان عباره عن معركه فكريه تمام. واجه سوريا معركه تشويش لافكار شباب اوكي، واجه سوريا معركه من خلال الشغلات اللي لازم نستفيد منها عملت اشياء سلبيه على الارض. نحن لا بدنا نرجع نفوت للشباب نلامسهم نوصلهم بالسوشيال ميديا نوصلهم بهي بغض النظر عن الوقت اللي بيقضوه بس في وقت كثير كبير نرجع نرجعهم ونرجع نعطيهم طاقه ايجابيه من خلال هي الطريقه. طيب. يعني لما اعطيهم طاقه ايجابيه انا بشب ياسان شب حاسس انه البلد ما انا معروف شو عم بيصير فيها بديش انت بتعطيه طاقه ايجابيه من خلال الفيسبوك من خلال فيك السوشيال ميديا وصل يمكن فريق المالتي ميديا رسالة نوعا ما. شوف صفحتنا اذا شوف صفحتنا هي عباره عن دعم ايجابي كل الوقت اكيد طلعت عليها انا بدي الكل انه يشوفها يطلع يعني وفي صفحات ممكن تقدم اخبار وممكن تقدم شيء لا نحن بدنا نقدم شيء تطوعي بدنا نقدم شيء ايجابي والصفحه اللي عم يديروها كلهم طبعا متطوعين. طيب طيب لحتى نتعرف اكثر يمكن على هدف فريق شباب الملتي ميديا سرمد حداد. اهلا سرمد كيفك اليوم؟ الحمد لله. سرمد رح نتعرف معك اكثر عن سرمد حداد طالب طب اسنان السنه تخرج اكيد الله يوفقك وانت مسؤول عن وحده الدراما بالفريق.
سرمد، قبل ما نتعرف عن هدف فريق شباب الملتيميديا السوري وسارته العامة، اليوم شو عم تعملوا كدراما اليوم بما انك مسؤول الدراما بالفريق؟ طيب هلا كفريق الدراما او كوحدة الدراما بالفريق نحن عبارة عن 12 شخص بهالوحدة من اصل كل عدد الفريق. تمام. هلا هدف هي الوحدة انه توصيل الفكرة، الابتسامة، الضحكة للعالم بصورة وحركة بهالصورة عن طريق السوشيال ميديا اللي هن عن طريق فيسبوك او اليوتيوب. حلو. فبالاضافة انه نحن 12 شخص حاليا تقريبا فينا نقول عملنا جروبين بدنا نعمل شيء مثل ووركشوب سوا، وصير يعني بدل ما نشتغل فيديو واحد لل 12 واحد مثلا نعمل فيديوهين، صيروا اثنين، نصير نقارن بين بعض، بدنا نطور حالنا بحالنا، يعني في منافسة داخل الفريق. تماما. طيب تحكي لنا اكثر سرمد اليوم عن هدف فريق المالتي ميديا. طيب هلا قبل ما اقول لك عن اليوم هدف فريق الشباب المالتي ميديا اقول لك شلون بلش هدفه. صراحه بالاساس الهدف تبعنا كان كفريق تطوعي وكان مسيحي، يعني انه نبلش من الكنائس شو عم تعمل ونأرشفها وننزلها على صفحات الانترنت. يعني هو ما كان في اهداف كثير، كان سببنا الاساسي انه نشوف شو الكنائس عم تعمل وشو الجمعيات المسيحية شو هي عم تعمل ببلدنا. مع الوقت شفنا انه كمان طلع في اهداف اكثر من هالهدف، صار في عنا اهداف انسانية، صار في عنا بهالازمة وضح لنا انه صار لازم انه نشوف الشباب السوري بهالازمة شو بده يعمل. فصار من هدفنا انه نشوف كل شاب او كل صبية نطورهم باتجاه الشيء اللي يحسن البلد يبرز دورهم شيء نوعا ما الاصح. لا يعني انتم عم تدفعوا هي العجله تبع لحتى تستمر لحتى تنمية تعمر. عملية تماما. انتم الهدف الاساسي هو انتم التنميه الاجتماعيه. طبعا. من خلال استخدام ادوات الثقافه والاعلام بشكل عام. طب بديع انت كاليوم منسق عام بالموضوع، شو رايك بموضوع؟ هلا رنا كيفك؟ رنا اوكي ومنار اوكي بلشنا نحفظكم. طب رنا الجلخ تجاره واقتصاد سنه اولى وانت عضو بوحده الاعلام. وكمان بدي منار رحب فيك اليوم، منار مسوح تسويق وسياحه بتدرس منار، وانت مسؤول الفريق التقني بفريق المالتي ميديا للشباب السوري. طيب بداية بدي بما انك هيك قطعتيني على سؤالي اللي بدي طيب رح وجه هلا سؤال لك. كنا عم نحكي تحت الهواء انه منار وباقي الشباب وفي حدا ميلاد يمكن الشاب الخامس ميلاد هن المؤسسين اليوم خمس اعضاء اللي بلشوا بالفريق. رنا انت حدا تطوع. طيب رنا شو اللي دفعك لتتطوعي بهذا الفريق؟ هلا بصراحه انا اول ما سمعت بالفريق انه كان فكره كثير حلوه وغريبه، وانه حسيت انه انا عندي شيء اعطيه لبلدي بالاول، وثاني شيء يعني شيء اجتماعي. فكثير حبيت الفكره، وانه فكره كانت ما في حدا عامل مثلها. ف كيف وصلتك انه تطوعي؟ هلا انا رفيقتي كانت متطوعه فيه، ونوجه لها تحيه. مين هي؟ يارا. يارا يارا شلوي. اوكي تحيه لها. هلا مندوبه بالمانيا عنا يعني ان شاء الله بتحضر الحلقه بكره على الانترنت وبتلاقينا بعتنا لها تحيه. طيب بالنسبه ل بدي ارجع لسرمد. سرمد بدك هدف فريق شباب المالتي ميديا السوري، عرفنا الهدف بشكل عام هلا من بديع ومن رساله اللي وصلها او المفهوم اللي وصلنا يا اسكندر. يمكن بدنا نعرف الرساله العامه لا الفريق اليوم، تحكي لنا اكثر عن الرساله اللي ممكن يوصلها لكل العالم. هلا رسالتنا بشكل خاص بتمس الشباب، انه ما حدا يفكر حاله انه هو شاب هو ما عرفان شو بده يعمل لبعدين او هو ضايع او شيء، لا يتاكد تماما، او صبيه طبعا يتاكد تماما انه البلد هي قايمه عليه. مثل ما نحن شباب اسسنا هيك فريق وجبنا شباب كمان وصبايا طوعوا معنا. تمام. لحتى نعمل شيء ووصل رساله للعالم وللبلد، فهو قدران يعمل هذا الشيء. فخليه يطور مواهبه، يعرف شو في عنده ويقدر يقدمها يشتغل عليها. يعني اكثر بالاخص نحن للشباب، واكيد اكيد لبلدنا سوريا، يعني انه بدنا نخدم بلدنا. اكيد السوريين بتضلوا شباب سوريين، واكيد البلد فخوره بهذا الفريق وبالشباب السوريين بشكل عام. نحن يعني اليوم خصوصا عم نفخر بفريقكم وبشكل عام بكل الشباب السوريين. طب نحكي شوي عن تجاره واقتصاد رنا، نحكي شوي عن في يعني اليوم في فريق عم يتعب عم يشتغل بشكل عام لحتى يقدم شيء، لحتى يعمل شيء اكثر لسوريا وللشباب السوريين ولكل كبير وصغير بسوريا. طب الفريق اليوم بيجتمع، يمكن لازم مو على الاكل والشرب، اكيد هي الشغلات ما بدي اياها،
بدكم عدة، بدكم أدوات، بدكم كتير قصص يمكن لتوصلوا، وهذا الشيء بحاجة لدعم مادي نوعا ما. نحكي شوي عن الشق المادي، منال تحكي لنا أنت. صحيح، أنا تهربت من السؤال. نحن دعم مادي بشكل مباشر ما عنا. نحن الدعم بيجينا من فريق أشخاص عبارة عن دعم مادي أو معنوي، وعنا فريق للنشاطات هو مسؤول عن هذا الموضوع كمان بشكل كمان غير مباشر. نعمل نشاطات عدة، ممكن نجيب موارد بسيطة للفريق، يعني موارد مادية. وهي هي يعني يعني اليوم ما في، بفهم انه ما في سبونسر خاص للفريق؟ لا لا، في في اشتراكات كمان نوعا ما رمزيه بتتم من خلال اعضاء الفريق. وهي هي بتساهم كمان، يعني اهم اهم شيء هو الدعم اللي بتقدم كمان، يعني الدعم اللي بتقدم كمكان اللي انطلقنا منه، اللي انطلقنا فيه للكل، اللي هو الكنيسه الإيجيلية الوطنية. طبعا مشكورين، اكيد مشكورين، وكل الكادر بالكنيسه بشكل عام. طبعا في دعم مستمر يعني. هلا اليوم انا عرفت، بس بدي انه انتم اليوم يمكن بلشتوا كفريق مسيحي تطوعي، بس انتم اليوم ما يعني كلمه مسيحي ما حددكم لحتى انتم حد، هي بس لحتى الفريق يكون كله من الاشخاص المسيحيين. مثل ما قلت لك انه انطلقنا من الكنيسه الانجيليه الوطنيه، وهي اسمها الكنيسه الانجيليه الوطنيه، يعني نحن انتم اكيد للوطن، يعني انتم عم تشتغلوا كرمال كرمال الوطن. يعني الشيء بدك تقدمه للمجتمع ما بينفصل ابدا عن رساله الكنيسه اللي بتقدمه للانسانيه. تمام، بشكل عام. وهذا الشيء هو اللي خلانا نكون فريق ما عنده حدود، قدران يوصل للكل، يعمل جسور مع كل الناس المختلفين، وتبلور هذا الشيء بعمل المتكامل اللي عملناه مؤخرا. شاركنا مع فرق مدنية ومع فرق مختلفة عننا، بغض النظر طائفة، بغض النظر يعني انتو كمان عم تمسوا، عم توصلوا رسالة نوعا ما. يوم خليني يعني كتير في عالم ممكن يتهموا الفريق بانه فريق هو حصرا انه تابع لدين دين محدد معين من المجتمع السوري، طائفة يمكن اقلية، يمكن هذا، يمكن كتير تتعرضوا لهي الاتهامات. اليوم من منبر بالسوري احلى، خليني انا وصل رسالة اكيد بوجودكم انه انتو فريق بلشتوا كفريق تطوعي، ومن بعد اليوم انتوا عم توصلوا رساله لكل العالم، عم توصلوا رساله تعايش بين الشباب السوري وللعالم السوري وللشباب عن طريق المسيحية تحديدا بسوريا. من يعني موجودين بالمجتمع من زمان، فنحن ما لنا جزء عن خارج عن المجتمع. هالأزمة عطت بعض الأشخاص إنه مسيحيين مزيج، يعني لو نحن مجتمعنا هو مزيج، إنه يعني شوي المسيحيين كانوا متخازين أو 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 دفاعنا رحنا عن وطننا، ما بس إجا غير الشباب اللي موجودين بالجيش أو أو أو، نحن كمان قدرنا كفريق شباب ملتيميديا السوري نقدم خدمتنا للوطن بمجالنا اللي إحنا منحبه، اللي إحنا عم نعطي وقتنا. فهي هي كمان يمكن رسالة قدرنا نوصلها كمان للعالم، مو بس للمجتمع السوري. المجتمع السوري بيعرفنا، بيعرف مين احنا، يعني بيعرف انه احنا اخوة بالاخير، بيعرف انه احنا عايشين. اكيد اكيد، بس احنا بدنا لبرا للعالم اكثر، للعالم بشكل عام. السوري لسه موجود بيده، يعني موجودين احنا سوا، عايشين سوا بالاخير، والبلد موجودة لنا، يعني ما اذا احنا ما قمنا فيها ما حدا رح يقوم فيها. تمام. كل سوري لازم يعرف انه هو سوري من 7000 سنة مثلا، ان كان مسيحي او غير طائفي هو سوري من 2000 سنة يعني. بس والتفكير اللي عم بيفكر هيك، يعني بيفكر بيجي بيقول لك دور المسيحية ودور مدري شو، هو اللي عم بيفكر بهذا الشيء خلال الأزمة، هو هذا الشيء غلط، لأنه هي ما أنا موجهة لشيء لشريحة معينة، وهي كل سوريا مستهدفة يعني. تماما. ونحن يعني نحن هدفنا إنه، بس مثل ما قلت أنت، يعني حبيت الكلمة إنه أنت لا تنسى إنه أنت حضارة جدا قديمة. تمام. تاريخ عم بيسطر هاي الحضارة بإنه أنت سوري، بغض النظر عن بعدين شو التالت الأديان والطوائف. تمام. والحرب هي متجهة لتمحي حضارة. طيب. يعني تمحي وتقسم، هي الهدف، هي هذا الهدف. طيب خليني اتعرف مع رنا، بما انه انت انتسبتي لهذا الفريق وكنتي عضو يمكن جديد على الفريق مالتي ميديا بشكل عام، خلينا نتعرف اكثر معك رنا عن كيفيه الانتساب للفريق وشو قوانين الفريق.
هلا نحن من اول ما فتنا يعني مثل ما قالوا نحن في اشخاص نحن بين بعض اسس الفريق كشباب، فما في شيء محدد نحن انه طالبينه. طبعا نحن متقبل اي شخص، ما في اساسيات او شيء شروط اساسيه. بالعكس نحن بنحب اي شخص ينتسب معنا. هلا بحكم صار في العدد كبير زاد، صار في سياسة بس صغيرة إنه إحنا كل 6 شهور لنفتح باب التطوع بحكم صار العدد كبير. وإذا حاجة الفريق يعني كتير صار هلأ بحكم العدد الكبير لنشوف شو حاجة الفريق كأشخاص نتقبل. طب من بعد ما تعرفنا رنا معك عن كيفية الانتساب للفريق وقوانين الفريق بشكل عام، ومن بعد ما تعرفنا أكثر عن المبادرات اللي يمكن فينا نقول التطوعية والفعاليات الخيرية اللي قدمها الفريق بالـ SMYT هذا الاختصار، بدي أعرف رسالة كل شخص منكم للشباب السوري. رح نبلش من عند اسكندر لأعرف رسالة اسكندر بشكل خاص من منبر بالسوري أحلى. رسالتي بتقول إنه سوريا قدمت لنا، إجا الوقت اللي إحنا نقدم له. كل مين بعملنا باهتماماتنا بشغلنا نقدم شو نقدر، نقدم استطاعتنا. سوريا حبتنا يعني، فنحن لازم نرجع نستاهل هاي طبعا طبعا نحن لازم نحبها. وبالاخير اي شيء بيصير سوري هو حلو، فسوري احلى. السوري احلى. بديع، انا بدي وجه مثالي للشباب السوري. بديع بس بلا ما اقطع عن حديثك، كثير قالوا لي تحت الهواء حكينا انه بديع من العالم، هو منسق عام واكثر شيء بالناحيه الاعلاميه للفريق، وبديع من العالم الحدا الكتير ذكي بس ما كتير بيحكي بالفريق بشكل عام. وهي الإشاعة صحيحة إنه هو من العالم اللي بيقعد بيسمع بيسمع بيسمع. نأخذ إذنه نقول إيه ولا. رسالتك بديع من منبر السوري أحلى. رسالة بدي وجهها للشباب السوري إنه ما يستهين بالطاقة اللي عنده، ويضل مآمن بالطاقة الإيجابية اللي بيقدر يخدم فيها بلده، ويقدر يؤمن انه هو بيقدر يعمل شيء، ويؤمن بالنصر، ويؤمن ببلده، ويؤمن بكل التفاصيل يلي بتعمر البلد. يجرب يحارب المستحيل اللي هو اساسه، لانه سوريا دائما على التاريخ كله هي قطعت مراحل كثير كبيره بمقال اجتماعي. الله يقويكم هيك وتبقوا عم تجتمعوا وعم تقدموا اكثر شيء للبلد. طيب سرمد، رسالتك الخاصه من منبر السوري احلى. رسالتي الخاصه هي موجهه صراحه للشباب السوري اللي بسوريا، وما راح انسى الشباب السوري اللي برات سوريا. اكيد هن اكيد كمان لهم دور بسوريا، ما يفكروا انه هن طلعوا برات سوريا فهن برا. لا، رسالتي لهم انه كونوا قد حالكم، اكيد البلد قايم عليكم حتى لو انتم برا. طوروا حالكم، سوريا ناطرتكم لتتعمر عليكم مثل ما رح تتعمر علينا نحن اللي بلدنا. جزا الله رنا. سوريا رنا سوري دائما هاي البصمه تبعنا اليوم. اكيد سوريا. رنا، عارفين اكثر هيك عن رسالتك اليوم. بعد ما انت تطوعتي كفرد جديد اسسوا صرتوا 50، اليوم انت حدا من 50. رسالة رنا اليوم من منبرنا لكل الشباب السوري. يعني أنا حكوا بزيادة ما في شيء كتير أحكي، بس إنه مثل ما قالوا يعني إحنا هذا بلدنا اللي ربانا وتربينا فيه وعطانا شيء كتير حلو. يعني قال معنا إنه نحنا نقدم بالمقابل شيء، وهذا الوقت يعني هذا الوقت هو أحسن وقت لنحنا نقدم شيء. ودائما يعني نعطي من قلبنا، ومثل ما قال بدي يعني آمن بالشيء اللي عم نعطيه لأنه بالسوري أحلى. شكرا لك رنا. منار، انا كمان ما كثير رح زيد على حكي الشباب، بس حابب اقول انه هذا الوقت لازم نطور فيه حالنا عن طريق حيالله شيء متاح قدامنا، يعني نزيد مهاراتنا، نزيد علمنا اذا بنقدر، نزيد درجات، نحصل درجات اعلى بدراستنا لحتى نقدر نعمر بلدنا اللي هي اكيد اكيد رح نقدر ونرجع نعمرها بفتره سريعه وقريبه ان شاء الله. جزا الله رنا. بالسوري احلى. الله يوفقكم جميعا اكيد. طب بالخاتمه بدي اتعرف بديع معك عن في مشاريع قادمه للفريق، في شيء محضرينه او عم تحضروه حاليا؟ احكي لنا اكثر اذا في مشاريع. هلا عم نحضر، هلا في مشاريع صغيره محضرنا بحسب الاوقات اللي ممكن تيجي فيها هي المشاريع. في مشروع كبير عم نشتغل عليه باخر السنه، اللي هو مشروع رح يتقدم كله من الفريق. مشروع كتير ضخم بكل وحدات الفريق، كل وحدة رح تقدم شيء لمدة ساعة كاملة، رح يكون شيء كتير ضخم، وهو كمان مثل تحية سلام من سوريا. وين رح يكون المكان؟ بعد ما يعني ما قررنا، يعني لسه ما اتفقتوا على مكان، بس انه في شيء، لأنه شيء ضخم رح يكون.
ما رح نحكي تفاصيل، انا عم اشتغل عليها خلال هالست شهور. الله هذا المشروع الكبير، المشاريع الصغيره عم نتعاون، منفتحين مع الكل، عم نتعاون مع الكل، عم نتعاون بالشيء بالثقافه مع وزاره الثقافه، وعم نتعاون بالاشياء التراثيه مع الرواق العربي بالثقافه والتراث، بجيبهم شكر لانه منين متفاعلين كثير معنا وعندهم طاقه. هي التعاونيه اليوم كثير بحاجه، يعني انا صرت اكثر من فريق، اكثر من مشاريع فرق، يمكن هدول المشاريع عم يتعاونوا عم بيقدموا شيء. يعني نحن اليوم اهم شيء رساله وصلنا لانه اوكي كل 10 شكلوا شله، ويلا هي الشله خلص ببوتقه واحده معزوله عن العالم. هي يعني اليوم انتم كشباب فعلا عم تقدموا رساله تفاعل، رساله تواصل. بدي اشكركم فريق شباب المالتي ميديا السوري. هلا كنا عم نحكي انا واسكندر، عم بيقول لي قلت اسم الفريق غلط مرتين، انا قلته فريق مالتي ميديا الشباب السوري، انا بالعكس. وانا قلت له انه انتم بتبقوا فريق، بتبقوا شباب مسؤولين مالتي ميديا عم توصلوا رسالتكم، واكيد سوريين. بالختام بدي اشكركم وبتمنى لكم التوفيق، اكيد من بالسوري احلى خاصه، ومن تلفزيون سما والاعلام السوري اكيد عموما، واكيد رح نبقى يعني في تواصل وفي تغطيه اذا الله راد للمبادرات اللي عم تعملوها وعم تقدموها لهي البلد. وصدقوني البلد بتستحق، مثل ما قال اسكندر كمان عم بستشهد كثير بحديثه، مثل ما حبتنا يمكن لازم نحبها. بشكركم كلياتكم وشكرا لكم. شكرا يلا نطلع هلا. خليني بس انا نهايه اوكي بدي اقول مشاهدينا اكيد اللي بحب يتواصل معنا، اي فريق، اي مشروع، اي فعاليه، اي مبادره عم تعملوها، تواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/bessouriahla.com. ونحن الجمعه الجاي بعد نشره 8 اكيد حلقه جديده من بالسوري احلى، ضيف جديد، مواهب جديده. باي باي، يلا نطلع نشرب عصير. اكيد خلينا نوقف هون ونعطيها بالسوري احلى. عدد ثلاثه، واحد اثنين ثلاثه، السوري احلى.